استاذ طارق، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا كابتن سام؟ ازيك، وتعزينا تاني لحضرتك، ربنا يخليك يا فندم، يعني ربنا يا رب شكرا جزيلا. يلهمكم الصبر دايما. وانا كنت في العزاء يعني شايف حب الناس ليك قد ايه، وانت بتلعب ربنا وانت يخليك يا بطلت فندم، وانت رئيس قناة الاهلي. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا ان حضرتك تكون يا رب موجود دائم في وكلكم الافراح، يعني. يا رب يا رب في يا الافراح رب دايما. يا استاذ رب. طارق، يعني الحقيقه انا قبل بس ما اتكلم عن اي حاجه عايز اسالك، حضرتك مسافر المغرب ولا لسه عندك امور، ولا لسه ما فكرتوش؟ ان شاء الله مسافر بكره على بيست ان شاء الله، ما انا يعني برضو انا عارف ان عدد من الامور مجلس الاداره الحمد لله، يعني انا وزمايلي رايحين طبعا، وكابتن محمود الخطيب طالع بكره ان شاء الله. سلامة ان شاء الله. ثقتنا كبيرة جدا في النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء واللاعبين والجهاز الفني، لو تقدر تقول لنا كلمتين طبعا عن هذه المباراة يا فندم. لا طبعا، يعني مجرد ما انتهى الماتش ثقتنا كامله في الفريق والجهاز الفني والاداري، صحيح، وعندنا ثقه ويقين ان شاء الله ان شاء الله ان ربنا هيكرمنا وناخد افريقيا ان شاء الله يا رب. احنا يعني كلنا داعمين للفريق باقصى درجه، والحمد لله كابتن محمود الخطيب اول باول على تواصل معاهم، ولفتت كابتن محمود برضو ان هو يسافر مع انه حدد رئيس البعثه كابتن حسام غالي نعم انه يكون متواجد مع الفريق، فده اهتمامنا كلنا، وان شاء الله تكلل ان شاء الله بالنجاح للفريق، وفي النهايه يعني ندعي ربنا ان يحالفنا التوفيق على ان شاء الجميع الله. بذل الجهد، والنتيجه دي بتاعت ربنا في بالظبط الاخر. والحقيقه بالظبط كده، انا لسه في بدايه كلامي كنت بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الموسم الرائع الحقيقه في كل شيء، سواء في النواحي الرياضيه او النشاط الرياضي كاملا في كل الالعاب وفي كل الالعاب الرياضيه المختلفه، سواء سله او طايره او يد او كل حاجه الحقيقه. وكره القدم قبل المباراه اللي جايه كمان بنشكرهم، لانه ان شاء الله ان شاء الله المباراه اللي جايه تبقى الكريزه الحلوه اللي دايما كلنا بنستناها. وزي ما قلت لحضرتك كله بيبذل مجهوده، وفي الاخر ننتظر التوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمنا يوم الاحد اللي توفيق جاي. ربنا سواء في النشاط الرياضي او كوره، النشاط الرياضي بمعنى الالعاب الجماعيه طبعا والكوره والناحيه الخدميه والانشائيه، ده توفيق جامد من عند ربنا وعمل جاد بيتعمل جوه النادي الحمد لله. حقيقي مجلس الاداره الحمد لله يؤمن بالعمل المؤسسي على راس القيمه، كابتن محمود الخطيب بيدي فرص لكل اعضاء المجلس للمشاركه في حاجات كتيره جدا في نواحي مظبوط. النادي، اداره تنفيذيه الحمد لله على اعلى مستوى، الدكتور سعد الشلبي وكل معاونيه، فالحمد لله يعني. وفي نفس الوقت كعادة النادي الأهلي النجم هو الفريق، مظبوط سواء في الملعب في الكرة أو في أي لعبة من الألعاب أو في مجلس الإدارة أو في إدارة النادي نفسها، هو ده اللي احنا مؤمنين بيه، ودي سر نجاح النادي الأهلي على مدار العصور الحمد لله. النجم هو الجماعية 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 طبعا وهو طبعا الأساس في كل شيء. طيب بالظبط أروح حضرتك مباشرة لمقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، أنا لسه كنت بحكي القصة دي عشان كده أنا حبيت إن حضرتك تكون موجود معانا، والشرف لينا طبعا. إنه شرف لي. خلال أو من يومين ثلاثة كان أحد أصدقائي موجود في المقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، صور لي الطوابير اللي واقفة يا أستاذ طارق، يعني نشاط ملحوظ الحقيقة مع لجنة العضوية في إجراء المقابلات الشخصية برئاسة حضرتك، والتسهيل على كل الراغبين في أن يكونوا من عائلة النادي الأهلي. الحمد لله بيشترك معايا تيم من يعني مجموعة من إدارة الاشتراكات على أعلى مستوى كلهم، نعم سواء مدام عز حلمي مدير عام الاشتراكات، الاستاذ محمد رمضان، الاستاذ رندا، الاستاذ تامر في التجمع، وكل الموظفين على فكره، لان الناس دي خليه نحل. لو تتفرج امبارح على المنظر في التجمع واللجان اللي قبل كده، يعني لغايه وقت متاخر من الليل نعم اللجان شغاله، لان طبعا بنراعي ظروف الراغب الادويه، فبنعملها في الساعه 6 او 5 بحيث ان يعني يكون خلاص شغلهم، لان الاقبال يعني بطريقه جامده جدا على النادي الاهلي في القاهره الجديده. نعم وليها اسباب كتير طبعا، الحمد لله النادي كم الخدمات والانشاءات اللي فيه على اعلى مستوى، 80% كان شغاله الاقوى اللي هي الالعاب المائيه حاجه تفرح. الخدمات اللي جوه النادي من اول الحمامات على اعلى مستوى، نعم مبنى اجتماعي يعني الحمد لله معمول فيه تقنيات كتيره قوي، فرع التجمع كل اللي استفدنا بيه من لان طبعا في تطور على طول بيحصل في الانشاءات والخدمات والكلام ده طبيعه الدنيا. نعم فالفرع طبعا استفاد لانه هو الوريد الجديد يعني من كل صحيح التطور اللي بيحصل من الناحيه الخدميه والانشاءات، فعليه اقبال جامد جدا من دم كبير جدا من راغبي الادويه. وهو ده اللي من دول عشان يعني يوميا عايز اقول حاجه، تقريبا يوميا بنعمل ده
ان امام شاء الله. حضراتكم الفيديوهات طبعا هي واضحه، يعني احنا مش جايبين الفيديوهات دي، الفيديوهات دي من داخل مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، مش يعني مش جايبينها من حته تانية، ولكن الفيديوهات اللي امام حضراتكم وكميه الناس اللي حضراتكم شايفينها دي وكميه طالبي العضويه او التواجد في عضويه النادي الاهلي وهذا العدد الكبير من الناس اللي نفسها تكون موجوده في النادي الاهلي بقى، وزي ما الاستاذ طارق قال مقر النادي الاهلي في احنا كل مقراتنا بالمناسبه رائعه، واستاذ طارق بيحصل فيها دائما تطوير. انا لسه كنت بتكلم ان المينتننس او الشيخ زايد والصيانه كمان الشيخ زايد وفي مدينه نصر وفي الجزيره اول باول وعلى قدر المساواه كله على فكره، يعني أيوة. اقتبس كلمه كابتن محمود الخطيب، أيوة. اهل الجزيره، اهل الشيخ زايد، اهل التجمع، اهل مدينه نصر، أيوة. كله الاهلي، يعني كله على قدر المساواه وعلى قدر التعامل من مجلس اداره النادي الاهلي والوزارات. الحاجه اللي تفرح كمان المستويات العمريه كمان كتير اللي بتشترك في التجمع، يعني حضرتك المستويات كبار السن الاجلاء، مستويات شباب يعني عدى 25 سنه، حضرتك عارف اللائحه لو 25 بيبقى تابع للوالد او الوالده حسب العضويه باسم مين. ايوه فالمستويات من 26 سنه بيعملوا عضويات منفصله كتيره، عضويات لوحدهم. فكم الاقبال من المستويات العمريه كمان حاجه تفرح، وحبهم للنادي وهم داخلين. يعني امبارح بتفرج على الاعضاء ما شاء الله حاجه جميله، وهم بيستمتعوا بالنادي الاهلي كقيمه وككيان الحمد لله يشهد له جميع. حضرتك بتقول لي دلوقتي ان كل الاماكن مفتوحه والناس بتستمتع، ويعني الاعضاء النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. حضرتك لما ان انت تفتح نادي وفي الغالب لما بتفتح نادي بيسموها سوفت اوبننج او بالظبط، ما هو ده الافتتاح قدر بسيط مثلا من الخدمات موجوده، يعني دي غير مسبوقه كتير ان هي ان انت تفتح نادي وفي نفس الوقت 80% من الانشاءات اللي جواه والخدمات كامله. ايوه فحاجه الحمد لله يسعد بيها كل من ينتمي للنادي ده. الحقيقه احنا اللي بنسعد الحقيقه دايما بوجودكم ودايما بمجهودكم يا استاذ طارق. والله انا ما بقول الكلام ده تطبيل ولا مثل هذا الكلام الا لانه انا عالم او عارف ان حضراتكم بتعملوا مجهود من اول كابتن محمود لغايه اصغر حد موجود في اعضاء مجلس الاداره، بتعملوا مجهود كبير جدا ومجهود رائع لخدمه اعضاء النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. فعشان كده اخر حاجه فندم مع حضرتك بس مقتنعين برضو، معلش يا كابتن، اتفضل يا فندم، اعضاء النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اي جهد يتعمل ده النادي الاهلي هو الاكبر من طبعا النادي. يعني الحمد لله ان ده شرف لينا جميعا خدمه النادي الاهلي. طب بقول لك يا استاذ طارق معلش، بما اننا بنتكلم في ناس كتيره ما تعرفش ان الاستاذ طارق قنديل قبل ما يبقى عضو مجلس اداره فكنا بنلعب مباراه الصفاقسي بمناسبه الماتش اللي جاي، يعني يعني جت في يعني جت بالمناسبه يعني رادس الموقع الشهير رادس فكان محبي وجمهور النادي الاهلي تقريبا كنا 40 او 50 واحد، صح كلامي يا استاذ طارق ولا حاجه كده؟ خلاص كنا 40 50 واحد، من ضمن هؤلاء المشجع ومحب النادي الاهلي طارق قنديل، استاذ طارق قنديل، خلاص كنا قاعدين جنب بعض والصوره معايا لغايه دلوقتي. مظبوط. فالاستاذ طارق قنديل شاهد على ما حدث وشاهد على ايه اللي حصل في رادس لما الناس كلها الصوره الرئيسيه كابتن حسن حمدي كابتن خطيب. طبعا انا كنت موجود ساعتها، كان الاخ التوانسه عزمني يعني كنت متواجد ساعتها ولن انسى اللحظه دي. ايوه معلش يا استاذ طارق بعد اذنك اشرح لنا الفتره دي ليه انا بقولها، لانه الفتره اللي فاتت او بعد المباراه الاخيره في ناس تحس ان بتحاول بعض من لا يشجع النادي الاهلي يعني بيحاول ان هو يدخل بعض الاحباط لجمهور النادي الاهلي او للاعيبه النادي الاهلي. اللقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي وجود الكابتن خطيب والكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب في مقصوره دليل الثقه ودليل التواجد وكل ما ودليل الثقه في الاول على فكره، والماتش انتهى في القاهره بالنتيجه يعني ما هو ده مضايق بالمره، كان 1-1 1-1 1-1 وكان كل اللعيبه بجهاز باداره والله لغايه دلوقتي فاكر تعليقات من بعضكم ساعتها واحنا في مطار القاهره ولا مطار ان شاء الله هنكسب بثقه جامده جدا. ده اللي صار من جواه، الى احنا 1-1 في القاهره، ايه الثقه اللي فيها الناس دي؟ حاجه طبعا يعني لحظه من اللحظات الجميله، وقدر ربنا ورزقه والحمد لله عشان يعني
المجهود اللي اتعمل، وعشان النيات ان احنا عندنا ثقه في ربنا ان ربنا هيكرمنا. لن انسى كنا دقيقه 91 تقريبا. ايوه مظبوط. خلاص وصول الاستاد حاجه طبعا، يعني لحظه من اللحظات الجميله، وقدر ربنا ورزقه والحمد لله، عشان يعني المجهود اللي اتعمل، وعشان النيات ان احنا عندنا ثقه في ربنا ان ربنا هيكرمنا. لن انسى كنا دقيقه 91 تقريبا. ايوه مظبوط. خلاص وصول الاستاد خلاص بيحتفل، الكل بيحتفل، يعني راجل مسؤول رئيس نادي الرقصي بيستعد هينزل بقى يستلم الكاس، واراده ربنا تعلو على الجميع، واذا بنا فرحه من الفرحات الجميله في العمر حقيقي. وثقتنا كبيره جدا في هذا الجيل من اللاعبين اللي موجود الحالي الحقيقه، لانه عمل انجازات كبيره جدا جدا خلال الثلاث او الاربع سنين اللي فاتت، ربنا يكملها، لان هذه هي جينات النادي الاهلي طبعا، والتوفيق من عند ربنا سبحانه طبعا وتعالى. طبعا يعني نعمل التوفيق ربنا. انا بشكرك جدا يا استاذ طارق، ويعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه، وكل التوفيق لحضراتكم فيما يحدث من طفره كبيره جدا جدا في كل النواحي سواء الرياضيه او الانشائيه داخل النادي الاهلي. مجلس اداره محترم برئاسه كابتن محمود الخطيب، اعتقد هذا المجلس يستحق كل التحيه وكل التقدير.